موضوع مهم جدا علشان تعرفوا قد ايه احنا لما كنا بنعمل الفقرات وكنا بنعمل الحلقات انا وسهير عن السوشيال ميديا وخطورة السوشيال ميديا وان العيال بتوعنا بيروحوا من ايدينا بسبب السوشيال ميديا، اتاري بره ابتدوا كمان يلاحظوا نفس الفكرة دي. ليه؟ انا اكتشفت ان في بريطانيا اكتشفوا ان نص جرائم الاعتداء الجنسي بحق الاطفال اللي سجلتها الشرطة البريطانية في 22 يا جماعة اللي ارتكبوها كانوا أطفال، وقالوا إن ده كان بيحصل بسبب إمكانية وصول الأطفال إلى المواد الإباحية بسهولة عبر الفيسبوك. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أولياء أمور كتير جدا في ولاية نيوجيرسي رفعوا قضية على فيسبوك على متى، وابتدوا يوجه لهم اتهامات مباشرة ان انتوا بتعرضوا ولادنا للخطورة. تعالوا كده مع بعض نشرح ايه اللي هم بيقولوه. اللي بيقولوه ايه؟ بيقولوه ان احنا متفقين ان ولادنا كلهم بيقعدوا تقريبا قافلين على نفسهم البيبان، وتقريبا حتى لو قاعدين معانا بيقعدوا ماسكين الفيسبوك بتاعهم. الفيسبوك وهم بيتصفحوه ما بيخليهمش يبقوا ريستريكتد على فيديوهات معينة، على صور معينة، لا بيخليهم يخشوا على حاجات كتيرة جدا. ونرجع بينا التفكير لما فترة من الفترة السنة اللي فاتت لما ديزني ونتفليكس ومجموعة أخرى من الشركات الكبيرة قررت إن هي تدعم نوع معين من العلاقات الغير مشروعة والغير دينية في معتقداتنا الدينية، ان هي تبقى موجودة على الافلام اللي احنا اللي هم بيشوفوها او اللي هم هينتجوها من هنا ورايح. لو جمعنا الاتنين مع بعض، تكثير الافكار دي مع فتح البيبان لكتير من الشباب اللي هم اقل من 10 سنين هم يشوفوا ويتفرجوا ويتناقشوا ويتفرجوا على فيديوهات، كل ده ممكن يعمل تحرش جنسي بينهم وبين بعض، ممكن يؤدي إلى دمار الجيل اللي طالع جديد فكريا وعقليا وعصبيا وجنسيا وكل حاجة. كل حاجة السوشيال ميديا على قد ما في ناس كتيرة بيقولوا إن هي حاجة رائعة، أنا عارفة أنا واحدة منهم، إحنا كلنا ماشيين بتليفوناتنا ومنقدرش نستغنى عنها، لكن هتودينا لفين؟ بالذات مع الذكاء الاصطناعي الموضوع مش تهريج، الموضوع فيه خطورة رهيبة جدا. معنا تليفون أعتقد يا إيمان. إحنا حبينا نجيب معنا حد متخصص، دكتور محمد حمزة. هذا الصديق هو محاضر متخصص في مكافحة جرائم أمن المعلومات. دي إيمان بتمليني التايتل بتاع دكتور. فليه إحنا جايبين هذه المكالمة؟ خلونا نفهم، لو الناس اللي هناك مش قادرين يعملوا كنترول على ولادهم، هل احنا نقدر؟ مساء الفل دكتور ايمن، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. حمزه، دكتور محمد حمزه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك؟ ازي حضرتك دكتور محمد؟ الحمد لله يا فندم. دكتور محمد حضرتك سمعتني واحنا بنتكلم. طيب دلوقتي انا التليفونات دي 24 ساعه في ال 24 ساعه في ايد ولادنا، وانا ما اقدرش اخد منهم التليفون بمنتهى الامانه، ومحدش بقى بيقدر ياخد التليفونات من الولاد دي، ودي مشكله كبيره جدا جدا. انا معاك، بس احنا لو احنا ابتدينا بالكلام بتاعنا لازم ناخد التليفونات في اوقات معينه من الولاد يبقى مش هيحصل. هل في طرق اخرى؟ طيب هو عامه احنا دلوقتي معدل استخدام التليفونات سواء للاطفال او للشباب او حتى بقى للكبار دلوقتي، احنا عدينا ما يعني ما يتخطى حوالي 75% من الشعب المصري بيستخدم التليفونات بشكل غير طبيعي. الاوقات محدش بقى بيبوست لفكره الوقت، محدش بقى بيستغل الوقت لكثره وجوده امام هذه الاليات. طب ايه الاسباب اللي خلت الناس بتقعد الفتره دي كلها قدام الفيسبوك او قدام مواقع التواصل الاجتماعي عامه؟ الحقيقه ان الناس دي وهي بتعمل المواقع دي كانت بتعتمد على خبراء نفسيين في ان هم يقدروا يسيطروا على عقول هذه الشباب عشان يقعدوا اطول فتره ممكنه امام هذه المواقع. وكل ما بيقعدوا فتره طويله قدام هذه المواقع ويشوفوا حاجه بتبسطهم او بتسعدهم بيفرز عندها هرمون الدوبامين فبيخليها مبسوطه اكتر، وده اللي بيخليهم يفضلوا يعملوا سكرول وما يحسوش بالوقت.
طيب ده بيسبب لنا ايه؟ والناس لازم تفهم نقطة معينة ونقطة مهمة جدا، اللي هي بداية المرض دوت، ان هو عندنا حاجة اسمها تشتيت جزئي مستمر. يعني ايه تشتيت جزئي مستمر؟ يعني الناس دي بتحط لنا 50 تطبيق على التليفونات بتاعتنا، والمفروض ان احنا بنستخدمهم. لما بنيجي نخش على تطبيق معين ونيجي ندور فيه نلاقي نوتيفيكيشن من تطبيق تاني جت، فاجري على التطبيق التاني عشان اشوف. يعني انا هقرب شويه الكلام، زي ما لو انا قلت بموضوع او انا واصحابي قاعدين بنتكلم في موضوع واتفتح الموضوع، بفتح الموبايل بعد كده بلاقي مليون حاجه بتخش لي صحيح جوه الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه مع اصحابي، فما بالك لو الولاد دول قاعدين بيتكلموا عن العلاقات الغير طبيعية، البنات اللي مش عارفة ايه في الجامعة، فأكيد هيطلع لهم التطبيقات والصور الكلام ده. أنا كأم بقى، أنا كأم أنقذ ما يمكن إنقاذه ازاي؟ مش هقول إن أنا هلحق الدنيا كلها، لكن هل ينفع إن أنا أربط موبايلي بموبايل أولادي ما هم في سن العشر سنين؟ لأن بعد 18 سنة تقريبا مش هقدر إن أنا حتى أكلمهم في التليفون، ما بالك إني أربط الموبايل بيهم. ولا 10 سنين بس دلوقتي اصلا، دلوقتي اصلا فكره سن المراهقه اختلفت عن زمان. سن المراهقه دلوقتي بيبدا من 7-8 سنين بعد مواقع التواصل الاجتماعي اللي بقت موجوده دلوقتي، والاطلاع اللي بقت الشباب او الاطفال بيشوفوه بشكل مستمر، وتبادل الثقافات المختلفه، الثقافات اللي هي مش بس محصوره على القيم والاخلاق اللي احنا نقدر نعمل ايه؟ احنا ننصحهم بحاجتين. ننصحهم انا شايف ان النصيحه في البدايه والاوير، التوعية، لازم يكون في توعية، لازم يكون في مادة بتدرس في المدارس عن التوعية الرقمية، ان ازاي هم يستخدموا، زي مادة المواطنة الرقمية اللي بتدرس في معظم دول العالم دلوقتي، وفيها 9 محاور منهم النصايح اللي بتخليهم ازاي يستخدموا التليفون استخدام امن. اول حاجة احنا لازم عشان حد يخش على التليفون لازم يحدد وقت معين هو هيخش فيها يقعد قد ايه. وتاني حاجة ايه الهدف من دخوله؟ يعني انا لو داخل دلوقتي على التليفون احدد لنفسي وقت مثلا ساعة على الفيسبوك، والساعة دي انا مش هعمل اي حاجه تاني على الموبايل غير ان انا اتصفح على الفيسبوك، ودي تبقى البدايه. ليه؟ لان ده هيدخل لنا مرض ادرج حديثا في منظمه الصحه العالميه اسمه الفومو او فير اوف ميسنج اوت، وهو ما يدعى عندنا كده اللي هو من الواضح ان الموضوع طويل جدا، فاسمح لنا ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كده وحضرتك تكون موجود معانا حلقه على الهواء نحاول نتكلم فيها باستفاضه عشان الناس تفهمنا اكتر. بشكرك يا دكتور محمد، ميرسي جدا. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. ميرسي ميرسي. دكتور محمد قال كلمتين حلوين جدا، قال ان احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع اولادنا. الجزء بتاع ان انا محتاجه احدد له وقت، دي انا عارفه ان انا كأم انا مش هقدر اعملها، انا لازم اعترف بكده. انا العيال بقهم ولسانهم اطول من طولهم وعمرهم ما هيسمعونا. احنا محتاجين نفكر سوا احنا ازاي نقدر نقعد مع اولادنا ونتكلم معاهم بالعقل والدين، احنا نقدر نعمل ايه وهم يقدروا يعملوا ايه وايه اللي ما ينفعش يتعمل. وانا كمان مش عايزه فكره ان انا امنعهم، لا، ده انا عايزه اتناقش معاهم في طريقه انك لما تشوف ده تقدر تقيمه دماغيا ازاي في الحلال والحرام. معرفش هل ده ينفع ولا لا، هسال معايا دكتور نبيل القط ان شاء الله وهو موجود معايا ممكن احنا نساله في كده.